وحول تحقيق البحرين، ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات للمركز الأول في جائزة اتحاد المهندسين العرب لأفضل مشروع وطني في مجالات النقل العام 2016، وذلك نظير مشروعها المتميز في تطوير شبكة حافلات النقل الجماعي. معنا على الهاتف المهندسة مريم أحمد جمعان، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد. أستاذة مريم، ما المميزات التي أهلت النقل العام لنيل هذه الجائزة؟ أولا نشكركم على الاستضافة ومسيبكم ومسيب المستمعين الكرام. احنا رقم قصر عمر المشروع، إلا أنه هو كمشروع استراتيجي أحدث نقلة نوعية في نقل العام في المملكة البحرين. هذا الإنجاز يستمر على مدى السنوات القادمة إن شاء الله. ونشكر طبعا اتحاد المهندسين العرب وجمعية المهندسين على هذه الجائزة وعلى تشجيع الأفراد والجهات الحكومية في بذل طبعا المزيد من تطوير هذا القطاع الهام. نعم، ما هي أبرز المميزات التي تم يعني توجيه الجائزة لها أو حصولكم على هذه الجائزة من خلال المشروع المتطور مؤخرا للنقل العام؟ طبعا احنا لما تقدمنا حق الجائزة أبرزنا المشروع وأوضحنا النقلة اللي أحدثها في الأرقام. فمثلا حجم الأسطول زاد بشكل كبير من 35 سابقا إلى 141 حافلة. حركة الركاب اليومية كانت 16,500 قبل 2015، الآن وصلنا إلى متوسط يومي دبل هالعدد اللي هو 32,000 راكب، وحققنا أيضا في يوم واحد 52,000 راكب في بداية مارس 2016. في فترة قصيرة كان عندنا 12 خط، الآن عندنا 32 خط. في فترة قصيرة تحققت هذه الإنجاز على هذا المشروع الاستراتيجي. أعتقد هذا كان جزء مهم وضحناه إحنا لما قدمنا حق هذه الجائزة اللي على أساسه تم اختيار هذا المشروع كالمشروع الفائز. نعم، بعد فوزكم طبعا بهذه الجائزة وبجدارة، ما هي الخطط المستقبلية لتطوير شبكة النقل البري عموما؟ طبعا الوزارة عندها خطة استراتيجية واضحة. تطوير شبكة النقل العام والحافلات بوجه الخصوص كان أول مرحلة. طبعا الآن الحين احنا قاعدين ننظر إلى أنماط أخرى من النقل الجماعي، هي القطارات الخفيفة أو المونوريل. طرحنا مؤخرا مناقصة لتعيين الاستشاري لبدء في هذه المشاريع. أيضا عندنا المشروع القائم الآن على سكك حديد دول مجلس التعاون، وأيضا الوزارة تعمل على هذا المشروع، وإن شاء الله جميعها تصب في بوتقة واحدة اللي هي تطوير النقل في ومنظومة النقل بشكل عام في مملكة البحرين إن شاء الله. المهندسة مريم أحمد جمعان، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، شكرا جزيلا لك.